بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال موسى لأهله احنا لسه في سورة الشعراء برضه جايبين موسى تكريرات كده، قال لك ما هو موسى وقوان إسرائيل واخدين حيز في القرآن، حيز طويل. ليه؟ أنهم أتعاب الأنبياء، وذلك كانوا يقولوا لما يجوا يفتخروا يقولوا ايه، نحن اكثر الامم انبياء، عاملينها انها فخر له. تقول له ده النبي دي ما يجيش الا عند شقوه اصحابه، ما يتكررش الا ده، اكن البلوى بتاعتكم ما يكفيش فيها نبي واحد، بل لازم كونسلتوا من الانبياء كلهم. يبقوا انتم بتعملوها فخر وهي ضدكم ولا مش ضدكم؟ يبقى ضدكم. ولكن حينما تتكرر تجد تكرار أي قصة في القرآن، الله مش بيقول حدوتي، مش بيحكي تاريخ، ده بيجيب للرسول موطن العبرة ليثبت به فؤاده. وتثبيت الفؤاد، النبي تعرض لأشياء كل لحظة عايز تثبيت فؤاد، يقوم يجيب له لقطة من القصة. إنما مش يجيب القصة، لا، ذلك ليس عجزا عن إيراد القصة مرة واحدة، لا، قال لنا أقدر أجيب لكم مرة واحدة ولا فيش ولا تمشي ولا كلمة. ده يوسف جبت القصة بتاعته من طقطع، السلام عليكم، وقصة محبوكة وما جاتش سيرته إلا في السورة ده. إيه؟ وفي إيه؟ لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، مش كده ولا لا؟ حتى إذا هلك قلتم لن يبقى. يبقى إذن أولا تعدد القصص مش عجز عن إنه يجيبوا تاريخ مستوفي، لا، يقدر يجيبوا تاريخ مستوفي، إنما لما يجيبوا تاريخ مستوفي هتبقى التثبيت مرة واحدة، إنما لما يجيب في كل قصة لقطة تبقى اللقطة دي مطلوبة هنا. شو بقى؟ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، أهي جاية في حد تانية، جاية آية تانية. إذ قال موسى لأهله امكثوا إني آنست نارا. طب هو آنس نار، ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا،
هنا ما قالش الحته دي كانت فين. هو آنس في ذاته، انما الايات التاليه بيخبر بانه آنس، يبقى اذا مش تكرير، ده هو في ذاته آنس من جانب الطور نارا، وبعد ذلك قال لايه؟ لاهله اني آنست. مره يقول لاهله اني آنست على طول، ومره يقول لها انكسوا. كان المساله عمليه منطقيه لازم يحدث هذا. هو والست بتاعته مشوا، والدنيا بقى الظلام والجو برد قوي، ومن الطريق مش عارفين هو فين، يبقى عايز ايه؟ يهتدي للطريق، وعايز نار عشان يتدفوا. بقى بالله كده يسيب الست كده اهله ويقول لها انا انست نار انا رايح، مش هتعرض؟ تقول له هتسيبني لوحدي؟ قال لها انكسوا خليكم انتوا هنا، علشان انا هتعرض اروح اشوف ايه اللي هيحصل وبعدين اجي لكم، خليكم انتوا مستريحين. يبقى ما قالهاش مره واحده، يبقى الاول قال انس دي له، وبعدين قال لاهله امكسوا اني انست، ومره قال لاهله اني ايه؟ ان هي اللي تيجي الاول. اني انست نار اذ قال لاهله اني انست نار. طبعا معارضه، تسيبني لوحدينا وتروح انت وتتعرف ايه؟ اسمعوا امكسوا خليكم انتوا قاعدين مطرحكم، زي ما تقول لهم ما تتعبوش انتم، انا امشي في لوحدي واشوف ايه. طيب لان هم ضالين طريق، واللي النار شايفها كده هيروح له، قال لا اقعدوا انتم. يبقى اتقالت كم مره؟ انا لحد دلوقتي بقى آنس هو، وقال لاهله اني آنست، وقال لاهلهم كسوا اني آنست، ثلاثه. لما جه قال اهله او امكسوا، مره قال ساتيكم منها بخبر، ساتيكم يقين، ومره قل لعلي اتيكم منها بخبر، مرة قال سآتيكم، وده يقين ولا مش يقين؟ إنما لعلي رجاء. أم قال لك لأنه هو رايح، اللي محتاج لشيء يغلبه على ظن إنه ما يكذبش نفسه، يقول لك ده هيحصل، ده هتحصل، وبعدين يتيقن يقول ما يمكن ما حصلش. فمرة يقول سآتيكم، ومرة يقول لعلي آتيكم، عشان يبقى صادق مع خواطر نفسه أمام شيء غائب عنه. ومرة يقول إيه؟ بخبري أو آتيكم بشهاب القبس لعلكم تصطلون، ومرة يقول آتيكم بجزوة. طب هو لما راح شاف النار، هو عارف أنه على ما يروح النار يلاقيها موجودة ولا مش موجودة؟ أهي بقى لعل تيجي هنا، وقوة رجائه خلها إيه؟ موجودة، سآتيكم. طب وبعدين يأتي بشهاب قبس ولا بجزوة؟ ما هو الشهاب وما هو الجزوة؟ الشهاب النار اللي لها لسان لهلوبة كده، والجزوة النار تكون طابت وتلاقي حتة كده زي الفحم اللي بيحطوها دي. فهو مش عارف هيلحق النار دي الشعلة يجيب منها شعلة، ولا هتكون النار هبطت، ولا فايدش إلا الجزوة. إنما العلة أن نصطلي ولا لا، والمرة يقول بخبر أو أجد هدى. الله، يبقى كل لقطة لا كل تكرير له إيه؟ له موضع وله ايه معنى، مش التكرير جاي في شيء واحد. وبعدين طب انا ناديناه من جانب الطور الايمن، ما قالناش هنا على المكان، وقال ناديناه من جانب الطور حدده تحديدا عاما، في حته ثانيه في الطور، في البقعه المباركه، لا بالايه، بالوادي الايمن. يبقى الطور مره والوادي الايمن مره، ايمن في حته مولوه ايه، في الجانب، من جانب الطور الجانب اللي هو في مرة، قال الأيمن بقى. يبقى حددها في الطور، وحددها في الجانب، وحددها في الجانب الأيمن، وبعدين حددها ثاني في البقعة المباركة من الشجرة. الله، يبقى كل قصة موجود لها لقطة ولا مش لقطة؟ هل وجد تكرير؟ أبدا، ده تكامل في لقطات القصة، ويجيبها عشان العبرة، فيجيب لقطة من هنا ولقطة من هنا ولقطة من هنا ولقطة من إيه؟ لقطة من هنا. على الأول، الله ما شاء الله. إذ قال موسى لأهله، هو كم من وياه، ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله، ده هي كانت هي الواحدة، فكيف يقول إن أهله؟ بعضهم قالك ما يمكن كان وياهم رعيان ولا حد في الخدمة ولا حاجة. طيب ما فيش مانع. أم قالك لا، ده كلمة لأهله دي معنى
لأنه قال لهم امكثوا، يبقى أهله وامكثوا جمع. أم قال لك الإنسان منا يحتاج إلى أشياء كثيرة قد تتكامل حاجته للأشياء بتعدد الناس، ده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا وده يعمل لي كذا، فلما يكون العدد اللي بيخدمه كبير يبقى ده عمال بيطبخ وده عمال بينظف البيت وده عمال بيعمل له قهوة وده عمال بيعمل له شاي وده عمال بيكوي الهدوم مثلا، يبقى كل ما تتعدد إيه يبقى عايز عشان خدماته مجموعة من الناس. لكن هناك شيء واحد لا يستطيع أحد أن يعطيه له، لأنه ما يقدرش يستمتع إلا بالزوجة، ويمكن الزوجة تقوم له ده بكل الأعمال دي، ولا يقدرش يجيب نسل إلا من الزوجة. يبقى الزوجة تغني عن الأهل كلهم ولا ما تغنيش؟ هي دي، لأن عندها حاجة ما يقدرش إلا هي، وتقدر تقضي الباقي هي. إذ قال لأهله امكثوا. وإذا نظرت إلى لغتنا في التخاطب تجد هذا شائع، يقول لك إيه والله الجماعة جايين وياها، إيه الجماعة اللي هم من بقى ده مراته، مش يقول كده ده معلش عشان الأهل وياي يعني الزوجة، الجماعة إيه احنا بنسمعها في الفلاحين كده الجماعة وياي. أولا ما قالش اسمها، ثانيا ادالها أنها هي تقوم بكل الإيه كل وظائف حياته اللي لا تقوم بها إلا إيه جماعة أهله وامكثوا. تدينا المعنى دي إني آنست نار. آنس يعني إيه؟ آنس شعر وأحس بشيء يؤنسه، ضد التوجس. التوجس شعر وأحس بشيء يخيف، يبقى في آنسة وفي إيه توجس، فأوجس في نفسه خيفة، يبقى جت عن آنسة في مرض موسى، ومرة يجيبوا إيه فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا إيه قلنا لا تخف. يبقى آنسة شعر وأحس بشيء يؤنسه. انتقلت قالهم إيه آنسة يعني أبصرها ورأى كلام طيب يا سيدي. آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أو آتيكم خبر يخرجنا من ورطة الضياع وإننا مش عارفين الطريق، حاجة أدي حاجة. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. شهاب قلنا النار الملتهبة، لأنه مش عارف يروح يلاقي النار ملتهبة لسه ويقدر يجيب شعلة منها كده ويعملها، ولا يعني لا طابت يجيب جزوة، إنما العلة أننا نصطلون. ومرة أقول بخبر ومرة أقول إيه هدى، أو أجد على النار إيه هدى. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم إيه تصطلون. فلما جاءها جاء النار نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. سبحان الله رب العالمين. نودي، ما هو النداء؟ النداء طلب إقبال أحد، تقول له يا فلان يجي لك، ما قلتلوش لسه إيه، وبعدين تأمره اللي أنت عايزه. يبقى النداء طلب الإيه الإقبال. هنا جاء النداء في آية يا موسى، أدي النداء صحيح إنني أنا الله، يبقى النداء والخطاب جه. لكن نودية أن بورك من في النار، ما قالش يا موسى بورك من في النار، ما فيش نداء هنا. أم قال لك يطلق المراد بالنداء مجرد الخطاب، لأن ما دام بيخاطبه يبقى كأنه قال له تعالى. ولذلك هناك في القرآن يقول يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. هل هم قالوا لهم يا أصحاب النار؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادوهم قالوا لهم إيه؟ أن وجدنا ما وعدنا ربنا حق. إخبار، ما جاش فيه نداء. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بإيه؟ بسيماهم. الله، يبقى كلمة نادى معناها إيه؟ يقول له إياه هكذا أو يقول له المراد على طول. هنا قال إيه بقى؟ ونودي بإيه؟
أن بورك من في النار. ساعة ما تسمع كلمة نودية قال وسوسة وتشوف أن تعرف أنها بتفسر النداء. ونودية بأن قال له إيه؟ أن بورك من في النار ومن حولها. الله، كلمة بورك من في النار، طب ده النار تحرق، النار إيه؟ تحرق. يوم لما يسمع أن بورك من في النار يقول لك بقى النار ما تحرقش، مين اللي في النار؟ أم قال لك ما هو فيه خلق النار ما تأثرش فيه، فيه الملائكة ولا نفس النار والشجر ده. قالوا انه رأى نارا في الشجرة في الفرع شجرة، يشوف النار تزيد والشجرة تزداد خضرة. دي مسألة عجيبة شوية، الايه النار تزيد والشجرة تزداد خضرة، فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة تطفئ النار. من يقدر على دي بقى؟ قال سبحان الله. اوعى تقول ازاي تحصل، نزه الله عن تصرفاتك انت، هي ما تحصلش عندكم انما عندنا نحن. احنا لما قلنا في قصة ابراهيم هل كان نجاة ابراهيم من النار المقصود بها النجاة؟ لا. طب لو كان المقصود بها النجاة كان ما يمكنهمش من انهم يمسكوه؟ لا، مسكوه رموه في النار، تنزل سحابة كده شوية مطر إيه؟ تروح مطفية النار. إذا نجاته كانت ممكن لها أشياء إيه؟ كتيرة، لكن الله أراد إنهم يمسكوه عشان ما يقولوا آه لو ما طفش منه كنا حنوريه. لا يا سيدي هما بيدفعوا، آه لو ما كانتش السماء أمطرت كنا حرقنا، ما فيش مطر والنار نار. أنا أريد أن أنجيه من النار رغم قوة أسبابكم في إحراقه، لأنني خالق النار وخالق الإحراق وهي مؤتمرة بأمر. أقول لها قلنا يا نار كوني بردا، أنتكم برد، مش ناموس عمال بيحكم، لا أنا حاك أنا إيه. إذن قول الله سبحان الله معناها إيه هنا بقى؟ سبحان الله رب العالمين. إن كنت ترى نارا نورا يزداد وخضرة في الشجرة تزداد، فلا النار تحرق ضرار الشجرة ولا الشجرة برطوبها تأتأف النار، ما تقولش دي حاجة عجيبة، هي عجيبة عندك، إنما سبحان الله نزفه عن إيه؟ عن العمل الآلي والميكانيكي لأنه هو خالق الأشياء كلها. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. برضو نودي فيه آية تانية في القرآن بدي أفتكرها على تدل على أن النداء قد لا يكون تعالى وياه بل هو مجرد الخبر. أيوة، في سيدنا عيسى وستنا مريم، فناداها من تحتها، قال لها يا مريم يا أمي ألا تخاف. فلما جاءها أي النار التي آنسها نودي، مش ضروري بيا موسى، نودي بالخبر نفسه، أم بورك من في النار ومن حولها. وبورك يبقى معناها إيه؟ أن الله هو الذي يبارك، بلها للمجهول لأنه ما يعرفش الحكاية دي. أم بورك من في النار ومن حولها، اللي في النار يمكن ملائكة، أو بورك من في النار الشجرة اللي النار في قلبها دي مبروكة بأن النار ما بتعرقهاش، ولا النار مبروكة برضو لأنها إيه ما بتنطفيش من خضرة الشجرة. ومن حولها مرة في آية تانية يوسع البركة في البقعة المباركة من الشجرة، ومرة يقول إيه ومن حولها. ومن حولها، حولها دي الحولة دي يمكن يتوسع الدوائر إيه شوية. ونجيناه ولوطا إيه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الله ما شاء الله يا مولانا. آه نعم، ما شاء الله يا سيدي. هنا بقى النداء جي على حقيقته، يا موسى إنه أي الأصل أنا الله. الله، ساعة ما تبقى اوعى تتعجب، أنا الله، وما دام أنا الله تبقى اوعى تتعجب من أي حاجة بقى. هناك في آية تانية ربك، طب يعني هو قال أنا الله ولا أنا ربك؟ تستمع لما يوحى، هيقول كلمة قال لك بقى يعني ساعة ما يشوف كده يسمع كلام ولا يرقاش متكلم من جنسه ويسمع، هل المسألة دي ما تاخدش منه دهشة؟ يقول إيه؟ ده ينديك كده، يقول له أنا الله، يقول أنا ربك،
الله، يبقى يقول داوود ولا يقولها قوي. وهنا بقى تلاقي أنا الله العزيز الحكيم. وألقى عصاك. الله، إيه الحتة اللي سابها لنا دي؟ ده جاب في حتة تانية قال له وما تلك بيمينك يا موسى، يبقى لقطة في حتة تانية جاية في حتة تانية. وما تلك بيمينك إيه يا موسى؟ قلنا قال هي إيه، وقلنا زمان، قلنا لما السؤال يسأل يبقى كان مقتضى الأدب ان هو ما يطولش، يجي على قد الايه، على قد السؤال. ما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب اللي يصلح هنا ايه؟ ما هي ملهاش لازم. ما تلك بيمينك يا موسى؟ عصا. قال ايه هي، وما قالش عصا عصايا بتاع تاني مش واخدها من حد. الله، اهش بها على غنمي، اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. زودها قوي، زود عن المطلوب. أم قال لك ايوه، لان ده من في حضرة الله ويخاطبه الله ويقصر امد هذا الخطاب، ده لازم يطوله قوي. بس بقى ابتدى قال لك انا زودتها قوي، قال وليا فيها مآرب اخرى. ده انا لو قلت بقى هقول حاجات كتير، اقول لك انا لما بمشي اروح اعملها على ايه، على كتفي، وحاطط فيها المتاع بتاعي والزاد والزواد وماشي بقى كده، وامشي بقى اعمل مش هوش على الغنم عشان ادفع بقى مضر حيواني ايه يقابلني، اجي مثلا في الشمس اركزها كده واحط عليها الثوب بتاعي واقعد في الايه في الظل. الله، ليه مقالب كتيره فيها، حاجات كتيره قوي. قال له ده انت يعني المساله بسيطه بالنسبه لك قوي، ده هذا مهمتها عندك، انظر الى مهمتها عندي. الله يا مولانا، دي الثانيه بقى دي اللي ما تعرفوش بقى. القى عصاك. فألقى موسى عصا، فلما لقاها ايه حية. ممكن كان ممكن ان تنتقل الى الجنس القريب للعصا. العصا ما دام بقت عصا بقت شيء من الجماد، كانت هي نبات وبعدين لما اتقطعت ونشفت خط بقت ايه جماد. كان ممكن يخلي العصا تخضر فيبقى نقلها الى ايه، الى الجنس القريب منها، اول درجة. أم قال لا نقلها للحيوان. يا ده قفزة ايه معجزة، قفزة كده نقل حيوان مش مستكين عمال بيجري ويروح وشاء الله وتهتز كأنها جان وعال قوي. لما تحصل الحكاية دي، العصا اللي كانت في ايده وبقت هذا الشكل، تفتفتوا ان نفسية موسى ما يحصلش لها هزة؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. في الحكاية تانية قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله، معنى إنك أنت الأعلى ده معناها إنه بيعدوا لمهمة العصا هيكون لها فوضور مع خصوم وهو هيبقى الأعلى وينتصر به، بس من كلمة إنك أنت الأعلى هيقول له بقى إنك ألق ما في، في آية تانية، وألق ما في يمينك تلقف إيه ما صنعوا. فلما تهتز هنا بقول كأنها جاء، وبعدين مرة يقول حي في لقطة تانية، ومرة يقول صعباه، هي صعبان بس الجان الفرخ بتاعنا، وده يبقى له خفه حركه مش للصعبان، وحيه تبقى في ضخامه، صعبان ضخم له خفه الحركه. يبقى كل لو قال صعبان صح، لو قال حيه صح، لو قال جان صح. الناس يفتكروا انها بقى دي مختلفات، نقول له لا دي حالات في العصا، حالات. طب واوجس في نفسه كيف ليه؟ تبقى لازم انقلبت حيه بالفعل. ولذلك عمله قال لك دديا تؤنسنا أنك حين توكل إنسانا بعمل لازم تجعله يأنس بالعمل ويأنس به بواسطة الرياضة عليه والتدريب، لأنه خاف لما يروح عند فرعون والصحراء يمكن ما يصدقش أنها هتحصل كده، فقالوا لا أعملها التجربة قدامي. شوف البروف، أين البروف دي اسمها إيه؟ البروف. ما شاء الله. وألقى عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرة. مدبر يعني ادالها ظهره ولم يعقب. فلان يعقب يعني يدور على عقبه كده، يدور على ايه عقبه، يعني يرجع لعقبه، ينظر عقبه. فربنا يناديه تاني
الأول قال يا موسى إنه أنا الله، وبعدين قال يا موسى لا تخف. ما قالش بس لا تخف من دنيا موسى، ده جاب يا موسى تاني بقى ندائين، ولا بقى مرة ما يجيبش النداء ومرة يجيب ندائين، قال لك هو ده تعويض بقى. يا موسى لا تخف. ليه؟ ما علة عدم الخوف؟ في آية قال إنك أنت الأعلى ليعلمه أنه سيضطر إلى معركة، واوعى تتاخد من المعركة، والمعركة هتبقى مش بواحد قدامك، ده بالسحارين، هتبقوا سحارين كتير محشورين من كل البلاد. وحيوه يبقى برضو قال له انك انت الايه، اوعى تتاخد من الـ من الـ من العدد الضخم، انك انت الايه ده على حته ثانيه. هنا يا موسى لا تخف، مش انك انت الاعلى، قال اني لا يخاف لدي المرسلون، انا اللي مرسلكم، ما تخافش، ده اللي بعتك، ومش بعتك عشان تنهزم من التخاف، ده اللي بعتك عشان تبقى ايه سمسار واقف. طبعا اني لا يخاف لدي الايه المرسلون، لان ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه وان جندنا لهم الغالبون. يبقى انت هتخاف من ايه؟ تخافش ابدا. اني لا يخاف لدي المرسلون. تخاف؟ طب ما كنت تخاف بعيد عني، انا ما تخاف وانا واقف، ده انا بكلمك اهو، ده انا وياك، مش عارف يمكن تقول ربنا هيتخلى عني، لا ده انا بكلمك اهو بقول لك ايه، لا انت لدي، تخاف لدي، امال ما يكونش انا ما اكونش وياك في المعركه، تبقى تعمل ايه؟ لا يخاف لدي المرسلون. وبعد ذلك ياتي بآية تثبت منطقة التكليف في البشر حتى الرسل. التكليف الرسل مكلفين ولا مش مكلفين؟ وكل مكلف يصح ان يطيع ويعصي، بس الرسل معصومين انهم يعصوا، لكن موسى له حادثه مخصوصه، مش قال ايه ولهم علي ذنب فاخاف ان ايه يقتلوني، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا ايه الراجل اللي جه يحضره الملأ ياتمرون بك لايه؟ ليقتلوك. وبعدين يقول فاتني اني ما قالش انه ولهم علي ذنب، لا اني قتلت ايه منهم نفسا، يبقى عمال يجيب الذنب ايه، يجيبوا ذنب، وبعدين يحدد الذنب انه قتل، وبعدين انهم عايزين كانوا يقتلوه. طيب على الاول شوف الاستثناء بقى، لا يخاف لدي المرسلون، مال من اللي يخاف؟ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم، اكنه بيعرض له القصه بتاع زمان مخصوصه بيه. إلا من ظلم، يعني ظلم وقتل الإبط كده وكذا وموسى فقضى عليه، أكنه بيعرض له بالإيه؟ بالحكاية بتاعته، لكن أنت نفسك قول، أنا مش اللي بقول. يبقى الإلا دي جاية لمين؟ جاية له علشان الذنب اللي عمله. إلا من ظلم ثم بدل حسنا أي عملا حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. الله الله، ادي ايه بتاعه العصا والحيه، قال له مش بس دي، خد ايه كمان، وادخل يدك في جيبك، هناك في حاجه ثانيه اسلك، ادخل وهناك ايه اسلك يدك في ايه. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ لما يدخل ايده في جيبه ممكن تكون القبه كده مفتوحه تدخلها سهله، ويمكن تكون متزرره زي دي يقوم يحاول يعمل ايه، يبقى سلوكها يعني زي السلك ما يدخل في الحاجه كده، سلك اهو كده، نعم هي سلكها دي من السلك رفيع دي. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم، وادخل يدك في جيبك. احنا ساعه ما نسمع كلمه جيب له معنى عرفي عند الناس وله معنى لغوي عند اهل اللغه. الجيب عند اهل اللغه فتحه الثوب للرقبه اللي بتدخل فيها الراس، دي الفتحه دي اسمها الايه؟ الجيب. يبقى حط ايدك في فتحه الايه، لكن العوام خدوها على انها الايه؟ الجيب اللي بنحط فيه الحاجه. قلنا كيه والعوام معذورين،
لان كان زمان الانسان اذا كان عنده شيء ما يعملش جيبه ظاهر كده يبقى قابب كده قدام الناس تشوفه عشان يمكن الناشرين ينشلوه ولا يجيبه مجعبب كده هنا يقوم يعملوا الجيب جوه ال ولا تزال ناس في الفلاحين تعمل الجيب في السدير جوه يبقى هي الجيب. ولذلك الراجل الحاول لما كان يقول ايه بده يحن الناس عشان يعني يعمل لهم عمليه ويقول لك اللي مش عارف يعمل يعني يا الله يبارك في اللي يحط ايده في جيبه الله يبارك في اللي يطلع لي مش عارف جنيه عمال بياخده كده ايده في جيبه يعني ايه عشان الفلوس هنا. وادخل يدك في جيبك طب سهله دي قوي تخرج بيضاء يعني مثلا ادخلها وتخرج بيضاء معناها وخرجها ولا ايه ما انت ادخلتها لازم ايه تخرجها تخرج بيضاء. طب ما احنا بنشوف ادم موسى كان ادم يعني اسمر لما تطلع ايده بيضه مخالفه للون بشرته زي والعياذ بالله الراجل يبقى لونه اسمر او يجي له برص فالايد تبقى ايه بيضه ما بيدلنا على ايه على ان البياض ده عدم اللون. ولذلك ما بيسموش الابيض لون الابيض البياض عدم اللون. فكأن الإنسان بيبقى أسمر وأبيض مش أبيض له غدد تطلع له بياض مفيش له غدد تلون له الجلد زي اللي يطلع شعره مثلا أحمر شعره كستنائي شعر أصفر شعر أسود مثلا حسب الغدة اللي تحت. فلما يجي يصيبه والعياذ بالله البرص انعدم اللون يوم يبقى على حقيقته أبيض ولا مش أبيض. قال له بس ما تخافش تخرج بيضاء من غير سوء مش بمرض يعني. هناك هيقول آية أخرى في سورة يقول إيه آية إيه أخرى هنا يقول في 9 آيات إلى فرعون. يبقى فيه إنه هو دلوقتي مهمته هتبقى مع مين فرعون وإنها مش هتبقى آية ولا 2 ده في 9 آيات 9 آيات ربنا بقى الإيد العصا واليد والعصا دي لها حاجتين 2 حية وحيضرب بها البحر. وبعدين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالجدب ونقص من الثمرات أدت إيه 2 في آية مش كده. وبعدين إيه الطوفان الأول والجرادة والقملة والضفادع والدم يبقى 9 آيات. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آيتين هم في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. هو موسى كان موصل إلى فرعون ده موسى جاي لبني إسرائيل ومهمته مع فرعون كان بس أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم والآية علشان يقتنع بأن ده جاي من ربنا وعشان ما يقفلوش. لكن كلامه في الإيمان والبتاع ده جاي إيه عرضي. إنهم كانوا قوما فاسقين. كلمة قوما فاسقين يدل على أن أصل الإنسان وإن كان كافرا منحدر من أصلاب مؤمنة اللي هم الإيمان الأول آدم وذريته وبعدين هي بس فسقوا. ومعنى فسقوا يعني إيه كان لهم غشاء كده غشاء التكليف بيغلف حركتهم عشان ما تعملش فساد زي ما البلح ترطب يبقى معناها القشرة بتاعتها انفصلت تقوم اللحم بتاع التمرة البلحة يبقى يقول فسقت الرطبة. هات بقى فسق إنسان خرج عن حيز التكليف الصائم له تكليف صائم يبقى أكن كانوا منحدرين من إيه
مؤمنين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، الآيات المعجزات اللي تثبت صدق الرسول، طيب الآيات تبقى مبصرة ولا مبصرة؟ المفروض ما هي مبصرة، إنما قال مبصرة، دي طبعا ما عرفناهاش إلا الآخر. كان في القديم من أيام اليونان والحضارات القديمة يظنون أن رؤية العين للأشياء أن شعاعا يأتي من العين إلى المرء، فجاء ابن الهيثم المسلم وقال النظرية دي غلط، المسألة مش الشعاع بينتقل من العين للشيء المرئي، ده الشيء المرئي هو اللي بيدي شعاع للعين، يبقى المسألة جاية من مين؟ من المرئي. والدليل على ذلك قال لك إذا كان الشيء في ظلام وأنت في نور ما تشوفوش، إنما هو في نور وأنت في ظلام بتشوفه، يبقى الشعاع بيجي، يبقى ذين ايه وجعلنا آية النهار مبصرة لأنها ترسل شعاع الأشياء إلى العين. ما شاء الله يا سلام، الله ما شاء الله، الله أكبر يا سيدي، الله أكبر. أدخل يدك في جيبك. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أو أن الآية من الوضوح جاية لمين؟ جاية عشان الناس يؤمنوا، فكأن الآية تلح على أن ترى، الآية من الله تلح على إيه؟ ألم ترى. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا أي باللسان واستيقنتها أنفسهم، ندعها يبقى عناد ولا مش عناد؟ مدام استيقنتها أنفسهم هم الجحدوا، إذا جحدوا باللسان يبقى معناها إيه؟ يبقى لدد في الخصومة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ما قالش بقى هيحصل ايه وراء على فرعون والسحرجات والمش عارف ايه وبعدين جه جاوزنا ببني اسرائيل البحر وفرعون اتبعهم، ما قالش الحكاية دي، خلاها اللقطات ايه يعني محوشه لتثبيت اخر، فكأنه يدي القدر اللي يثبت وعاين حاجات تانية عشان ايه تثبيتها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.